كلمه سمعتها من نتنياهو ومن ترامب بيحيي سفراء دوله الامارات محمد بن زايد ودوله عمان والبحرين لحضورهم هذا العار وهذا الخزي. وانا بقول لهم من هنا جزمه كل عربي حر على دماغك يا ابن زايد، على دماغك يا عمان، على دماغك يا بحرين، على دماغك يا سعودية، وفلسطين عربية والقدس عاصمة فلسطين، وتسقط صفقة القرن وتحيا فلسطين حرة. لا لا عروباتنا ولا لا مقدساتنا ولا لا ثورتنا، ولكم الخزي والعار يا حكام العار، يا حظيرة خنزير أطهر من أطهركم. اتفوق عليكم.